من مدينة حيفا وبلدة عسفية المشرئبة على قمة جبال الكرمل، كانت المحطة الأخيرة لزيارة غبطة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي إلى الأراضي المقدسة. فعشرات المشايخ الدروز ورجال الدين المسلمون والمسيحيون وصلوا لاستقبال غبطته، فيما الرعية المارونية قامت له مسيرة خاصة لاستقباله وادعى بختامها زيارته التاريخية، لكن دون أن يخفي امتعاضه من حملة التحريض على زيارته. أنا جرحت بالصميم كتار، نعم حبس، ولكن جرحت من هاللي ضم ينكلوا فينا وكأنه ممنوع نعمل واجب. إنه ماتت العاطفة، مات الواجب الاجتماعي، وقررنا وقلنا هذه الزيارة هي محط كنسية. أنا ماني جاي لهون أعمل صفقات سياسية، هي لغيري، ولا صفقات تجارية واقتصادية، هي لغيري، ولا جاي أعمل صفقات أمنية وعسكرية، هي لغيري. أنا مش جاي أعمل صفقات هون، أنا جاي أشوف شعبنا المحب. وأعاد نيافة الكاردينال ملف اللبنانيين في إسرائيل إلى الواجهة ليعلن موقفا واضحا تجاه مصيرهم، رافضا التعامل معهم كمجرمين أو حتى أن تكون عودتهم إلى لبنان منوطة بالعفو أو بقرارات دولية، ورأى أن المصالحة مع هذه الشريحة اللبنانية هي الحل الأفضل والأعدل. أنا عندي الحل هو المصالحة. هل لي بيناتهم صار في دم؟ مش ما صار بيننا وبين لبنان، صارنا وبين اللبنانيين، نحن مش متعاملين. وأنا ما لقيت لبناني واحد متعامل ضد لبنان، أنا ما شفت لحد هلأ. أنا بدي أسأل، هل جماعة اللي اضطروا يتركوا لبنان سنة 2000 هو جماعة حاربوا ضد لبنان؟ هو جماعة حاربوا الدولة اللبنانية؟ هو دي جماعة حاربوا المؤسسات اللبنانية؟ هو دي جماعة عطلوا رئاسة الجمهورية؟ هو دي جماعة هجروا اللبنانيين؟ هودي فقروا اللبنانيين؟ هودي خلقين أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية في لبنان؟ بدي أفهم شو جريمتهم. ومنشوف هدم المؤسسات وتسكير البيت وتسكير القصر الجمهوري، ما بننتخب رئيس بعد 6 سنين من قفل القصر بيقول ايه معلش، وين الإجرام؟ مين المسؤول؟ مين المجرم بحق لبنان؟ انتوا اللي بتحبوا لبنان حاملين اعلامه وبقلبكم لبنان عندكم كل الدنيا. وقد حظي البطريرك بدعم من رؤساء الطائفة الدرزية والشخصيات التي وصلت لاستقباله، وفيما اكدوا على ضرورة واهمية هذه الزيارة دعوا الى التواصل مع لبنان ومواجهة السياسة الإسرائيلية التي تبذل كل جهد لقطع هذه الاواصر. إن على العهد باقون في انتمائنا، ومع التواصل الانساني والثقافي مع إخواننا في العالم العربي، نقدر بك الجرأة في الترفع عن الحدود السياسية وإعطاء صبغة دينية بحتة لزيارتك. نيافة الكاردينال الراعي دخل إلى الأراضي المقدسة وسط خلافات ونقاشات ويغادرها دون أن تخف هذه الخلافات، لكن يبقى الأمر الأساس أن هذه الزيارة كرست لتثبيت الوجود العربي المسيحي في هذه المنطقة، وفي هذا المضمار حققت الكثير. أمال إشحادي من الكنيسة المارونية مدينة حيفا.